أحبائي، السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم وحلقة جديدة من مطبخ منال العالم. برحب فيكم وبقولكم أهلا وسهلا. معلش قبل يومين كان شوي انقطعت، هيك ما كان عندنا لايف، بعتذر منكم، كان عندي شوية ترتيبات، بس هيني معاكم اليوم والحمد لله. برحب في كل متابعينا على كل السوشيال، وأرجو منكم في البداية إنه تبعتوا هذه اللينك لكل متابعينكم وكل أحبائكم وكل قرايبكم والمعارف عشان يكونوا معنا ويتابعوا معنا هذه الحلقات. وبهمني كمان في البداية أعرف منكم رأيكم في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة، وإذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار بالنسبة للوصفات اللي بنقدمها بليز قولوا لي. بنرحب بالصبايا في فريق العمل، كيف حالكم بنات؟ الحمد لله. اليوم احنا حلقتنا جدا 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 مميزة، ممكن تقولي لي ايه السبب يا بسنت؟ تعتقدي الحلقة دي يعني هتبقى، يمكن المشاهدين، خلينا قبل ما تقولي انت، يمكن هم عرفوا ليش الحلقة اليوم كتير 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 مميزة وكلها زهرية، كلها لون وردي. الحملة دائما بتكون عالمية في شهر أكتوبر للكشف المبكر عن سرطان الثدي، فأنا يعني صار لي كم يوم هيك عم بحاول أزبط لكم الوقت، بس شوي أنا سرقني، بس أنا كنت بدي أعمل كذا حملة، وإن شاء الله بعد هيك مش شرط نرتبط في شهر أكتوبر، هي الحملة بتبقى عالميا في أكتوبر، ولكن إحنا بدنا الوعي يبقى مستمر طول السنة. فأرجو منكم أحبائي إنكم تهتموا كتير بهذه الحلقة، وبقدر كمان أقولكم إنه هاي الحلقة هتبقى مميزة وحاطيكم فيها أفكار صغيرة، أفكار تخليكم تهتموا بصحتكم وإنتوا في المطبخ، إنتوا بتطبخوا، إنتوا مهتمين بأسرتكم، وإنتوا في حياتكم اليومية، ما حيغير عليكم شيء، بس إحنا بدنا نعطيكم بعض الأفكار كيف وإنتي بتمارسي يومك كيف تقدري كمان تحافظي على صحتك، وكيف ممكن تهتمي بالأمراض اللي بتبقى فعلا إلها نسبة عالية من الانتشار والإصابة، ولكن إذا عملنا إحنا زي ما قلنا الفحص المبكر لخاصة مرض السرطان الثدي كتير بتفرق معنا النتائج. أنا مش هدخل هون بأرقام، بس إذا حبيتوا بعد هيك ممكن يا بسنت تحطي لهم لينك، عندك لينك كيف ممكن يستفيدوا منه؟ إيش ممكن في جمعية أو شيء بيقدروا يرجعوا لها بسنت لو سمحتي؟ مثلا مثلا ممكن تحطي لهم اللينك تاعها، لأن الجمعية اللبنانية طبعا إحنا بنقول تحياتي لكل المتابعين في كل أنحاء العالم، وكل شخص وكل منظمة وكل هيئة وكل جمعية وكل مؤسسة بتهتم بموضوع سرطان الثدي بوجه لهم تحية خاصة مني. في كتير كتير ناس بيهتموا في هذا الموضوع، وفي ناس أصيبوا الله يشفيهم، وفي ناس لحقوا حالهم في البداية، فنسبة الشفاء كتير 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 عالية. فأرجو منكم تهتموا بهذه الحلقة ونشوف كيف إحنا وإحنا عم نطبخ اليوم كيف نقدر برضو نهتم بصحتنا. وصفتنا اليوم زي ما تعودتوا، الوصفة دائما مكتوبة زي ما عودناكم، ولكن اليوم الوصفة كتير مختلفة. تتذكروا قبل كم يوم حطيت لكم هيك وصفة أم علي للخبز؟ تتذكروا أم علي طبخت، سوري مش طبخت، خبزة خبز، وسمينا هل خبزتي هذا الشهر، وكيف ممكن ببساطة تعملي خبز صحي، هنشوف مع بعض. طيب هذه الوصفة موجودة عندكم أحبائي، هتلاقوها عندي، حطها على كل السوشيال، عندي على الانستغرام، على كل السوشيال، وفي عندنا برضو الخطوات اللي حنتبعها هيك مع بعض، واحنا بنعجن هنشوف شو ممكن نعمل، بعض الخطوات اللي ممكن تدربنا على عملية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. كيف وانا بخبز ممكن اعمل كشف؟ يا سلام، فكرة كتير كتير حلوة، هتفتح لكم هيك ابواب كتير يعني كانت فيها
خوف وكان فيها شوية إزعاج أو توتر، أبدا الموضوع جدا بسيط زي ما قلت لكم. إحنا وإحنا بنشتغل في المطبخ بنحافظ على صحتنا. أوكي، يبقى خليني أبتدي الحلقة بتوجيه تحياتي لكل من يهتم زي ما قلنا في هذا الموضوع، الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتحياتي برضو زي ما قلنا للجمعية اللبنانية، هم بادروا في إعطائي وصفة أم علي. أم علي هذه ست لبنانية، حتفوتوا على الموقع، حطي لهم اللينك من فضلك كمان يا بسنت على كل السوشيال، اعملوا خبزتي هاشتاج أو أم علي وشوفوا وصفة أم علي لخبز صحي. أم علي كل يوم يمكن بتخبز. أوكي حبايبي، خلينا نبتدي بوصفتنا عشان نقدر نعطيكم بعض هيك الأفكار الحلوة. حبتدي باستعمال طحين. أنا هون عندي طحين كامل، فيكم تستعملوا عدة أنواع من الطحين سوا. ممكن أستعمل طحين الكامل اللي هو الهول ويت اللي هو مش مقشور أو بقشره بيبقى لونه غامق. ممكن أستعمل معه طحين الشوفان. طحين الشوفان أنا كان نفسي أفرجيكم حبة الشوفان بس أنا طحنته، بعتذر. كان نفسي بتعرفوها أكيد، حبة الشوفان بتبقى رقائق صغيرة، أنا طحنته بهذا الشكل صار عندي طحين شوفان. موضوع كتير بسيط، حطيته في محضرة الطعام وطحنته. فيني أشتريه جاهز طحين شوفان وفيني أطحنه أنا في البيت. أوكي، في عندي كمان في وصفة أم علي قالت ممكن أحط طحين الذرة، وقالت ممكن أحط كمان إذا بتقرأ الوصفة تاني بنقرأها تاني، قالت ممكن أحط طحين الشعير كمان. طحين الذرة وطحين الشعير ممكن أستعملهم كمان في هذه الخلطة. حابين تحطوا طحين أسمر بس، في ناس متعودين على الطحين الأسمر ما في مشكلة، حابين تخلطوا عدة أنواع مع بعض يا ريت، تبقى النتيجة جدا جدا رائعة وصحية. كل ما كان الطحين غني بالمواد والتنوع كل ما كان أحسن، فاخلطوا عدة أنواع من الطحين. أوكي، وصفتنا اليوم كتير لطيفة، ما فيها زي ما أنتم شايفين فقط الطحين بأنواع، ملح، حتكلم عن الملح، ومي وخميرة، ما بحط فيها أبدا أي دهون. الوصفة هذه طبيعية صحية، كل ما خمرتوها أكثر كل ما صار طعمها أروع وأروع. حنبتدي أعزائي إني أجهز المي مع الخميرة. المي عندي دافية، هحطها في الطبق وأرش فوقها الخميرة وحسيبها لحوالي دقيقة. وأتكلم في أثناء ذلك عن الملح اللي أنا عم بستعمله أحبائي. أنا عم بستعمل ملح، يفضل إنه ملح يكون طبيعي، ممكن أجيب ملح أطحنه أنا إذا حبيتوا، ملح البحر أنتوا بتقدروا تطحنوه بهذا الشكل. بحتاج حوالي ملعقة كبيرة من الملح. طبعا هاي وصفة أساسية، فيكم تحطوا لها أي مطيبات تانية أنتوا بتحبوها، يمكن عايزين تعملوها بالأعشاب، تشكيلة هيك بهارات خفيفة، ممكن يعني بتكروا فيها زي ما بدكم. هي هذه زي ما قلنا وصفة كتير أساسية. خليني أحرك الملح شوي. بقلبه بالشكل هذا ليختلط مع طحين الشوفان. أنا هون حطيت طحين الشوفان وبعد هيك حبتدي أحط بقية الطحين، وإذا عندي أنواع أخرى. المقدار تقريبا حوالي نص لتر أو 2 كوب من المي، عم بياخدوا حوالي 4 كوبايات من الطحين الكامل وواحدة شوفان. ما تتقيدوا بالمقدار على فكرة، انتوا حطوا مقدار المي وبعد هيك حطوا الطحين حسب ما تاخد معكم. ما بدي تحسوا انه الوصفة بدها مجهود او يعني تفاصيل معينة، ابدا الوصفة بسيطة كثير كثير. احنا عم نعمل الخبز اللي بقدر اعمل منه شراك، اعمل عصاج، اعمله على القلاي، اعمله رغيف احطه بالفرن، اشكال والوان. حبتدي احبائي هلا احط طحين الشوفان، عندنا حوالي 1 كوب. وحبتدي احط الطحين الكامل. اي نوع طحين بتقدروا تكونوا خلطتكم الخاصة
زي ما انتوا بتحبوا. هحرك هالمكونات هيك بس مع بعض، اتاكد انه كون عندي العجينه. ما بدي العجينه تكون يابسه كتير ولا طريه كتير، بتحكم فيها بحيث انها تكون هيك متوسطه، هيك معقول عندي. هحط رشه بسيطه، بشوف لو احتجت تاني برجع بزود تاني. هبتدي اعجن. عم باجن على سرعة بطيئة في الأول لغاية ما تتجمع عندي العجينة، وأثناء العجن بشوف إذا محتاجة إنها أزود المزيد شوي من الطحين، بزود زي ما قلنا بالتدريج. كتير مهم هاي الملاحظة اللي دايما بلاحظها لما أعمل أي عجينة بالطحين الكامل، بتشموا ريحة الخبز هيك. لسه أنا لسه ما حطيت إشي ولا خبزت، بس تشموا هيك ريحة البيت وريحة الطبيعة وريحة الأرض وريحة الذكريات والأشياء الحلوة. إذا عجننا بعجين أبيض أو طحين أبيض ما بنشمشي للأسف. يعني لو بدنا نعمل بيتزا هيك اللي هي بالطحين الأبيض، ما بيكون في أي ارتباط بالطبيعة. أوكي حبايبي، أنا هلأ زي ما شفتوا عم بعجن العجينة، وعايزة أقول ملاحظة كتير مهمة بالنسبة للعجينة، إذا صح لكم تخلوها قبل بليلة يا سلام. هنعجنها نحطها بمكان دافي هيك تدفى، وبعد هيك نحطها ممكن طول الليل ما بصير لها أبدا أي شيء، بالعكس بتضلها أطيب وأطيب وأطيب. حرش شوية طحين على الكاونتر، وأبتدي برضو شوية طحين في إيدي. عندك أي سؤال يا بسنت؟ تفضلي. ممكن يا شيف نقول لهم احنا الوصفة بتاعتنا النهاردة ايه؟ هي وصفة خبز، وصفة خبز، وبنستغل وصفة الخبز في انه احنا نتكلم عن الكشف المبكر لسرطان الثدي. لاحظوا هلأ العجينة كتير طرية كتير حلوة. برش طحين على حسب ما تحتاج معي العجينة. فيني أعمل العجينة هاي زي ما قلنا عدة أشكال، ممكن أعملها صمون، ممكن أعملها أي شيء أنا بحبه، بس أهم إشي إني أعطيها وقت ترتاح وتخمر كتير طول الليل، لأنه إحنا الطحين لما يبقى طحين كامل بيبقى قاسي شوي، مش زي الطحين اللي بنستعمله للبيتزا اللي هو الابيض بسرعه هيك بتفور وبتخمر. لا، هذه بيبقى طعمها هيك كتير مركز، يعني اشي تاني خالص. طبعا احنا بنقدر نقول انه هذا الخبز صحي. تفضلي يا بس. ممكن اقول لهم تاني المقادير اللي احنا استخدمناها؟ احنا استعملنا حوالي 600 ملي من المي، ونص ملعقة صغيرة من الخميرة، وملعقة كبيرة من الملح، وبعد هيك بنضيف الطحين حسب الحاجة. استعملنا طحين شوفان مع طحين كامل. حبايبي الوصفة هذه كتير بسيطة، زي ما شفتوا العجينة ببساطة عم تتشكل عندي، كتير ناعمة كتير هيك حلو أشتغل فيها، كمان مشاعر السعادة والفرح. اوكي انا هلا وانا بعجن زي ما قلنا بدنا نكون عندنا كتير اهتمام بصحتنا، كتير اهتمام بقديش ممكن احنا بمجهود بسيط بنقدر نحافظ على صحتنا. فاحنا اليوم واحنا بنشتغل يمكن يخطر على بالنا هيك مشاعر افكار احساسات، قديش احنا بلاحظ انه كتير معظم الستات هيك في عالمنا العربي مسؤوليتهم تجاه أسرتهم تخدهم عن إنهم يهتموا بصحتهم. يعني الأم طول الوقت يا بتشتغل يا بتعمل أكل لأولادها، بتساعد أب الأسرة في إنه يعني تنسى حالها. فإحنا ما بدنا ننسى حالنا. وإحنا بنعجن نقدر نعمل هذه المعلومات البسيطة أخبركم عنها هيك
في أثناء العجن. أنا عندي العجينة هلأ أصبحت جاهزة، بقدر أقطعها على حسب الحجم اللي أنا بدي إياه، أنا ممكن أقطعها لجزئين بهذا الشكل أو أربعة حسب ما أنتم بتحبوا قديش بدكم رغيف الخبز بالآخر يطلع. الكشف المبكر أحبائي لسرطان الثدي كتير بسيط وكتير سهل. طبعا احنا وبنلاقي كتير حملات انك تروحي تعملي كشف في العيادة، وهذا شيء مطلوب وما بدنا ابدا انه احنا نقلق منه او نخاف منه او نحس انه لا مشوار. لا، انت ممكن تعملي كشف وانت في البيت، وانت موجودة في بيتك في راحتك في مكانك الخاص، بتقدري تعملي كشف في منتهى السهولة. ولو لا سمح الله إذا لاحظت أي شيء بتقدري تروحي على العيادة. كيف ممكن أعمل أنا فعلا كشف وأنا في البيت؟ ببساطة يعني بلاحظ أني أنا لما أكون مستعدة أني أعمل كشف على الثدي، ببساطة بعض الحركات اللي ممكن أعملها بإيدي أتعلم كيف أعمل الكشف وأقدر أعمله كل شهر في منتهى البساطة. كتير العملية بسيطة سهلة جدا. بتأكد إنه عندي الثدي الاثنين بنفس الحجم بهذه الطريقة، الاثنين نفس الحجم، ما في عندي لون غامق ما في عندي لون فاتح، الاثنين نفس اللون. بحط إيدي بهذا الشكل على الثدي، هذا طريقة كتير بسيطة. إيدي الاثنين بفحص. هلأ ببتدي بشوف هل 3 أصابع هدول بمسكهم، ببتدي أمشي شوي 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 على جوانب الثدي بهالطريقة. لاحظت شي، لاحظت ورم، لاحظت انتفاخ، لاحظت هيك زي ما بنسميها هيك، اسمحوا لي بالكلمة بس هي هالكلمة الدارجة، كلكوعة أو ورم هيك زغنطوط أو إشي هيك مش مزبوط بال3 صوابع هدول. ببتدي أمشي أمشي على الدوائر بهذا الشكل، وببتدي بعد هيك بالإيدي نفس الشيء، ببتدي من أسفل إلى أعلى، بطلع 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 وأنا بضغط ضغطات خفيفة بحس. لاحظوا أنا بحس إحساس كده، هل في إشي؟ لاحظت إشي؟ ببين معك لا سمح الله، لو في إشي على طول ببين. وكمان الخطوة الثالثة، هم 3 خطوات. الخطوة الثالثة أحبائي إني أمسك في الوسط وأضغط بهالطريقة. شوفوا هالضغطة الخفيفة هذه، هل لاحظت إنه في عندي أي سوائل عم تطلع؟ سوائل مهما كان لونها، هل طلعت أي هيك إن شاء الله نقطة زغنطوطة لما بضغط هالضغطة هذه؟ هل بيطلع أي شيء؟ لو طلع أي شيء هذا بيبقى مؤشر إني لازم أروح العيادة. بس هو هذا كل الموضوع. يبقى أحبائي بكمل، خلصت هذا الفحص برجع للثدي الثاني نفس الطريقة بال3 صوابع، يمين شمال على كل الجوانب، بضغط 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 هيك بهذه الطريقة من تحت لفوق فوق لتحت حسب حركتك، وبرضه بضغط في الوسط، هل يوجد أي سوائل طلعت؟ ضغطة خفيفة من غير ما أقلب نفسي يعني. يبقى أعزائي زي ما شفتوا هالخطوات البسيطة بتخليني إني أكون مطمئنة على صحتي، وأحاول أعمل هذا الفحص مرة في الشهر. وإنتوا يعني إذا خبزتوا، إنتوا بتخبزوا أكتر من مرة في الشهر، أنا عارفة إحنا ما بنخبز مرة في الشهر، بس يعني إذا عملتوا هذا الفحص لو سمحتوا تفتكروا كلماتي، تفتكروا هالطريقة البسيطة اللي شرحت لكم إياها. مرة في الشهر كفاية جداً، وانتم مرتاحين هيك في مكانكم الخاص بتقدروا تعملوا هذا الفحص وتطمئنوا على صحتكم. السيدة اللي بتعمل الفحص الكشف المبكر هذا كتير 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 نسب الشفاء رائعة جدا جدا جدا، زي ما نقول بتلحق حالها. وزي ما شفتوا الموضوع كتير بسيط، مجرد هال3 حركات. حبايبي هلا انا حسيب العجينة ترتاح ونشوف بعد هيك شو بدنا نعمل. هاي العجينة اللي ارتاحت صار لها عدة ساعات، بلاحظ القوام تاعها كتير سوفت يعني، حتى هيك بتلاحظوا كيف صارت هيك. قولي لي يا بسنت، قولي لي. حلوة
ممكن نعمل العجينة دي في البيت بالإيد يعني من غير عجينة؟ اه طبعا طبعا، مجرد هنحط الطحين على الكاونتر او في طبق واحط الميه واعجن في منتهى الجمال. احنا سبق وعملنا عجينه بتتذكروا على الايد، كانت كتير كتير كمان رائعه وحلوه. حبايبي هلا انا عندي عده افكار للاستفاده من هذه العجينه وكيف ممكن اعملها خبز. احنا كتير بنحب الخبز اللي هو هيك نسميه البانز او الرغيف الكبير او التوست، اي نوع بتحبوا تروحوا على السوق دائما بتشتروا هاي الانواع من الخبز. انتوا فيكم تعملوها في البيت، ممكن احولها هيك احطها في قالب التوست بهذا الشكل واقطعها شوي اذا بدي. افكار لا حدود لها، هاي العجينه كتير رائعه، بتكلوا منها ما شئتوا من افكار. بتقدروا تعملوها زي ما قلنا دائره فقط بهذا الشكل وتخبزوها بهذا الشكل بس، بعد هيك تتقطع شرائح زي ما الخبز اللي بتشتروه من السوبر ماركت، هيك بيبقى الفرنجي لونه بني. ممكن تدهنوها بشوية بياض بيض وترشوا المزيد من المكسرات الحبوب، شوية كمان بذور الكتان، يعني كل هالتشكيل اللي ممكن تنحط على العجين. هلا أنا بدي أعملها هيك رغيف سريع، خلينا بس هيك كمان نولع الصاج. ممكن احطها بالفريزر بس لازم اخمرها الاول، يعني اعطيها وقت تخمر وبعد هيك بقدر احطها بالفريزر. هلا بتتذكروا لما بتروحوا مثلا على المطاعم وبتلاقوا الستات اللي قاعدين بيعملوا لكم خبز الصاج على الفوطه، مش سرعه، مش على الفوطه، على المخده، عارفين الستايل هذا من الخبز هو هذا. او لما نروح على المخابز هيك تلاقي عم بيعمل لك الخبز بالفرن، يا سلام على الريحه، يا سلام. حبايبي انا هلا بفردها بالنشابه بهالطريقه، تفضلي يا بسات. بكتير 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 بكتير، لا حدود له. الطحين الكامل بتبقى يعني حبه القمح بخيرها، فيفضل دائما انه ناكل الطحين، المخبوزات اللي معموله بالطحين الاسمر طبعا. اذا بدكم تمدوها اكثر، اذا انا حاعملها بهذا المقاس، ولكن اذا حابينها ارق زي خبز صاج بقدر ابتدي امسكها. شوفوا كيف بعمل، شايفين المده هاي، بس انا ما بدي اكبرها كثير لانه انا عندي هون الصاج صغير، ببتدي امد بهذا الشكل شوي شوي لغايه ما طبعا تكبر عندي. فلما بتكبر قوي بتصير كثير رقيقه، فبحطها على المخد فعشان اقدر اتعامل معاها عشان ما تنقطع معي. بس احنا مش هنعملها اليوم، وممكن لو انا شاطره بعمل لكم الشو اللي بيعملوه الفطاطريه. بس انا احب ايه هعمل لكم هلا واحده على هلا. في ملاحظه بحب اذكرها وكتير كتير مهمه الملاحظه، اني انا عشان بدي اخبز الرغيف هذا لازم اكون، لاحظوا هون ايش انا عامله، لازم اكون مريحه العجينه بوقت. يعني انا هون شوفوا ايش عامله، فارد العجينه قبل بوقت وحطيت بينها او ورق نايلون او ورق الزبده عشان لازم تكون مرتاحه عشان تنفخ معي اثناء ما انا بخبزها. يعني ما بنفع افرد وعلى طول اخبز، يفضل اني افرد أسيبها ترتاح وبعد هيك بقدر أخبز. هبتدي أحبائي هلأ على صاج يبقى سخن، بستنى لبضع دقائق هيك بسيطة لغاية ما أول ما أبتدي أشوف بعض ال هيك ال الانتفاخات بعد هيك باخذ الخطوة التالية. هذه هذا الشيء يبقى أحبائي، زي ما شفتوا أثناء وقوفكم في المطبخ، أثناء ما ست البيت أو الأم بتقوم بكل واجباتها، بتقدر برضو تكون مخلي بالها من صحتها وتهتم بنفسها بشكل سهل جدا. هلا كل زي ما نقول بضع ثواني حبتدي اقلبه على الناحيه الثانيه.
التقليب المستمر بيعطي مجال انه الخبز عندي كليته يستوي، عشان بعد هيك لما تعلى بعض الاطراف عندي بصير صعب اني انا احمرها، فبصير لونها ابيض. ما بنحب احنا هيك لونها ابيض، فبضلني اقلب بهالطريقه لغايه ما ياخذ معظمه هالتحمير الحلو. ونقول لهم يعني ممكن يعملوا ايه عشان خاطر يقللوا من خطر الاصابه بسرطان الثدي، يعني في شويه حاجات كده اللي اقلع عن التدخين مثلا، ايوه يا ريت. التحكم في الوزن هو برضه بتاخد منها بتاكل ايه وما بتاكلش ايه. طبعا الاقلاع. خليني اعيد الاقتراحات اللي بتقوليها يا بسنت، او التبس دي، عشان في بعض الاوقات ما بيسمعوش صوتك. ننصح طبعا بالاقلاع عن التدخين لحمايه طبعا انفسنا من هذا المرض، وكمان التحكم بالوزن ما يكون عندنا سمنه زائده. تفضلي يا بسنت. التمارين الرياضيه مهمه جدا. هاي أهم حاجة كمان، الرضاعة الطبيعية مهمة جدا أخواتي، أرجو أنكم تهتموا في هذا الموضوع. الرضاعة الطبيعية كتير إلها فوائد عظيمة. أكيد العلاج بالهرمونات يا جماعة ما بيكون مبني على خبراتنا الشخصية، لازم يكون تحت إشراف طبي، فأرجو أنكم تهتموا برضو في هذا الموضوع، ودائما تراجعوا الدكتور قبل ما تعملوا أبدا أي خطوة في هذا المجال. بنلاحظ أحبائي كيف إحنا فكرة التحمير زي ما قلنا في البداية بتعطيني مجال إنها أتأكد إنه الخبز عندي استوى كويس. التقليب المستمر، ما شاء الله الريحة كتير حلوة. هذا الخبز حبايبي يعني خلوه دائما أسلوبكم الصحي الحقيقي في الحياة. أنا شخصيا ما بناكل في البيت إلا خبز أسمر، مش كله أنا بخبزه، ما بقولكم لا إنه بنقدر نلحق كله، ولكن لما بنشتري الخبز الأسمر بيبقى أفضل كتير يعني. وأطيب أطيب أطيب خبز في الدنيا أنا بلاقيه يا جماعة الخبز المصري اللي بسموه بالردة دي، يا سلام على هذا الخبز اللي هو بسموه، يعني هو خبز الشعب البلدي، بس هو أعظم خبز على سطح الكرة الأرضية أنا بلاقيه. بنلاحظ كيف حبايبي هلا مش شرط كله ينفخ مرة واحدة، خلوا بالكم يعني إذا ما نفخ مش تفتكروا إنه في غلط عندكم، لا، في حسب ساعات إذا ضغطنا شوي على العجينة يمكن ما تنفخش، بس هو بكون استوى يعني من الداخل، يعني ما تقلقوش من هذه الجزئية. شفتوا لما بنفخ بصير ما في عندنا مجال إنه نحمره، فعشان هيك أنا موضوع التقليب قلت لكم عليها كتير كتير مهم، لأنه إذا نفخت خلص بتصير عالية ما بقدر أحمرها. وخلوا بالكم هلأ بيطلع هواء سخن أو بخار سخن، فنكون منتبهين في هذه المرحلة. بس فيكم تمسكوه بإيدكم، ولكن إذا عندكم قطعة زي هذه بتساعدكم شوية على هذا الموضوع. هلأ بدي أبتدي أضغط شوي شوي. الطحين الكامل في الكيك بيبقى كتير تقيل في بعض الوصفات فيها، ولكن بيبقى تقيل ما بيعطيني القوام اللي احنا بدنا اياه في الكيك. هبتدي اضغط شوي احبائي عشان اطلع هذا البخار. يا سلام يا سلام، بدناش اياها تنحرق معانا، بس التحمير هيك معقول. اوكي خلاص هيك احنا خلصنا نطفي النار. نتاكد احبائي ليش انا بضغط الضغط هذا عليها، بس اتاكد انها عم تاخذ كليتها نفس السوا. يفضل اني بس اشيلها من النار على طول برضو بفوطة بهذا الشكل، ونحطها على فوطة
مطبخ بهذه الطريقة لنتأكد إنها كمان يفضل كمان إنه إحنا نغطيها بس تطلع من النار، نحط عليها فوطة صغيرة، بس أنا ما بدي أغطيها عشان تشوفوا شكلها الحلو. هلأ هون عندنا طبعاً أي نوع من الجبنة، لبنة، خلاص بقى يلا زي ما بتحبوا الجويت. أنا بس بدي أحاول، هي سخنة شوي بس بدي أحاول أفتح لكم إياها، ممكن نقصها بالمقص. بدي مقص صغنطوط، كان عندي مقص صغنطوط خالص، ممكن نشيلنا جوا بس حتى المقص لونه طلع بينك. طب كويس. طبعا احبائي عشان هي سخنه كتير لسه، اذا بتحبوا انه تفتحوها بهذه الطريقه وتحشوها اي سندويشه بدكم اياها اعملوها زي ما بدكم تاكلوها. وهو يعتبر هلا خلص صار عندي رغيف لذيذ جدا، طيب جدا، سخن جدا بهذا الشكل. واو ما شاء الله ما شاء الله الريحه، وخلينا ندوق الطعم كمان. الحلو فيه لما تحطوا الملح اللي هو الملح اللي مش مضاف له يود بيعطيه كمان طعم كتير كتير مميز. يفضل انكم بس تخلصوا زي ما قلنا تحطوه عليها فوق تضلها هيك مغطية. حبايبي الطعم كتير لذيذ، هذا الطعم اللي بيرجعنا للطبيعة. أرجو انكم دائما تهتموا بانكم تخبزوا، تهتموا بإنكم تعملوا فحص وتكشفوا، وتهتموا كمان بالبحث عن معلومات أكثر. إذا حبيتوا أي معلومات عن الكشف المبكر لسرطان الثدي أرجو إنكم ما تتأخروا، حنحط لكم لينكات وفيكم تعملوا سيرش أكثر وأكثر. على فكرة زي ما قلت لكم في كل أنحاء العالم بتلاقوا المراكز اللي بتهتم بهذا الموضوع، بس إحنا زي ما قلنا لكم فيكم أنتوا تعملوها كمان أنتوا في البيت. هذه الخطوات البسيطة اللي شرحت لكم إياها، فيكم تفوتوا أكثر على الموقع وتشوفوا أم علي كمان كيف بتعمل الفحص وكيف بتخبز. حبايبي لما لسه بتمي، أنا كتير سعيدة إنكم أنتوا تابعتوا معي هذه الحلقة، وإن شاء الله دائما دائما كلكم بصحة وعافية، والله يبعد عنكم أبدا أي أمراض. إن شاء الله دائما تكونوا معنا ودائما تهتموا بصحتكم، وببصي كل ست خلي بالك من نفسك عشان تقدري تخلي بالك من أسرتك. إحنا دائماً اللي بيكون علينا المسؤولية لندير بالنا على حالنا الأول عشان نقدر ندير بالنا على أسرتنا. تحياتي لكم وحبي للجميع، وأشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة خاصة من مطبخ منال العالم.